اليوم موجودين على مستوى منطقة صناعية ولاية برج بوريريج من أجل تفعيل مخطط النجدة البلدي في ما يخص حريق إنتاج مادة البوليستيرين، وهو حريق صناعي يعتبر يشكل خطر على مستوى المنطقة الصناعية. العملية هذه راح تسمح لنا باش نقيموا مدى جاهزية نتاع لو بلون اورسيك نتاعنا تاع البلدية، التفعيل نتاعو وش هو الجاهزية نتاعو في الميدان.